السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم عندنا مقابلة خاصة كما كل المقابلات اللي نعملوا فيهم مع أحد الشباب من تونس، ونحاولوا باش نتعرفوا عليه ونتعرفوا على التجربة متاعه والمواضيع اللي يريد أن يطرحها. هو يحب يتكلم بصفة عامة حول ما يسمى النفاق في المجتمع التونسي. كما قلت لكم وكما نقول لكم ديما، راهو المثل التونسي هو مثل ينطبق على جميع شمال إفريقيا وعلى جميع العالم ما يسمى بالإسلامي. أهلا وسهلا رمزي، نجمش تعرفنا بروحك؟ رمزي شاب تونسي عمري 34 سنة، نعيش بعيد على المدينة اللي ننحدر منها، نعيش في العاصمة التونسية، عشت في الغرب، سافرت لعدة دول عربية إسلامية، اشتغلت في عدة وظائف منها دبلوماسية، والآن نشتغل في كل ما هو تجارة دولية. أهلا وسهلا. اليوم أنت اخترت الموضوع حول ما يسمى معناتها النفاق في المجتمع أو في المجتمعات بصفة عامة العربية الإسلامية. علاش اخترت هذا الموضوع؟ على خاطر ديما النفاق والكذب هما مترابطان أزليان، والمجتمع اللي يعيش في كذبة ويعيش نفاق هو عايش في كذبة، وقد ما هو يقعد عايش في كذبة ما عندوش قوة باش نجم يتقدم ولا نجم يتطور ولا نجم يصلح من روحه. خاطر نهار اللي البشر يشوف روحه في المراية ويشوف عيوبه ويشوف الحوايج الباهية فيه، وقتها ينجم يقيم روحه تقييم صحيح، وقتها بالحق ينجم يقدم. ودونك الدول هذه مش تقعد متخلفة، دونك ما زالت عايشة بالنفاق وعايشة في كذبة كبيرة. هذيك علاش نحب نركز عليه، خاطر مشكلة المعضلة الكبيرة بالنسبة للشعوب اللي هي شمال افريقيا هي انهم ما زالوا عايشين في كذبة وعايشين في نفاق. قد ما عايشين في النفاق هذا والكذبة مستحيل مش يقدموا ديما من تخلف الى تخلف اكثر. هل تشوف معناتها الا المجتمعات الإسلامية بصفة خاصة هي اللي تعيش النفاق والكذب، ام معناتها بقية الشعوب؟ هل معناتها انت قلت زرت ومشيت وسافرت، هل تشوف اللي الشعوب الاخرى عايشة نفس الوضع، ام هذه صفة خاصة بالعالم بين قوسين العربي الإسلامي؟ بالنسبة للنفاق، هو ماهوش صنيعة عربية ولا صنيعة إسلامية، هو النفاق موجود بصفة عامة في المجتمعات المتخلفة البدائية، وهي نوع من البدائية اللي موجودة في البشر. يعني كيف البشر ما يحبش يواجه بار اكزامبل مشكلته اللي حوايج اللي عملها، ماشي يولي يعمل اللي هو لبسه جني، اللي هو تسحر، اللي هو ولا يتصرع، مش هو الشيطان. دونك هوني انه هو ينكر اي حاجه عملها بيده. دونك لي ريسبونسابيليتي، يعني هذوما شعوب، كل شعب مازال ما وصلش لمرحله النضوج والبلوغ الفكري والاجتماعي والنفسي، مازال مش يكون عايش في هذه المعضله اللي هي معضله النفاق والكذب. باهي سي رمزي، خلينا نحكيو عليك انت شويه باش نزيدو نتعرفوا عليك ونتعرفوا على التجربه بتاعك. نجموش نعرفوا شنو هو المعتقد بتاعك؟ معتقدي انا لا ديني، ما نؤمنش بالاسلام، وما نؤمن حتى ديانه اخرى. ديانتي الوحيده هي الانسان اولا واخرا، ونقدس الاخوه الانسانيه، ونقدس القيم الإنسانية اللي هي موجودة في ميثاق الأمم المتحدة. وحتى هذيك القيم بنشوفها اللي هي مازالت بعيدة برشا على شو لازمها كيفاش تكون. هذا هو إيماني، إيماني إيماني بالبشر، إيماني بالحب الحياة، إيماني بالحب في حد ذاته، إيماني بالتقاسم الأفكار والتجارب والتقاسم حتى لريسورس الأموال، علاش لا؟ ونحكيش على الشيوعية هون. هذا هو إيماني. بالنسبة لي الإله، ما عنديش إله في تخيلي، ما نتصورش، ما فماش إله بالمفهوم اللي يتخيلوه، ولكن نؤمن اللي فما ترابط بين كل عناصر الطبيعة وبين كل عناصر الكون، وإني فما الترابط هذايا في حد ذاته. صافي دير فماش إن أنتيتي كي ديو،
ولكن فما دي ريلاسيون انتركونيكتي ما بين كل مكونات الكون وكل مكونات الحياة. باهي. إذن أنت معناتها ما تؤمنش بأن هناك قوة أو وحدة إلهية أو ربوبية بصفة عامة، ولكن تؤمن بعلاقة الأشياء ببعضها. أنا ترجمت لك اللي قلته بالفرنسي على خطر أكثر المتابعين بتاعنا اللي معناتها ما يتكلموش اللغة الفرنسية. نجمش نعرف ناخذ فكرة، طبعاً أنت تنحدر من عائلة مسلمة. بالطبع مسلمة، مش مسلمة لكن متفتحة متفتحة شوية. يعني عائلة متفتحة. فضل. يعني مثلاً العائلة متاعي عارفوا الإسلام تخلي العائلة هو في فترة الفضائيات العربية هيك اللي تعمل لافاج دو سيرفو وتعمل غسيل الدماغ كما قناة أقرأ والرسالة والناس والرحمة وغيره، هذيك القنوات تاع التخلف والجهل. في الوقت هذاك هو بالضبط باش دخلوا تخلي الإسلام بقوة في العائلة، لكن قبل ما كانش عندنا علاقة كبيرة بالإسلام. يعني أنا في صغري ما تفكرش نهار مشيت تعلمت الوضوء والصلاة من عند جدي مش من عند بابا، وبابا كان ملحد يعني ماهوش ما أسلم كيفه، ضعف في شخصيته وضعف في بدنيته ومرض وخوف من الموت أكثر من حد شيء، وتأثير الأم الزوجة متاعه أثرت عليه برشا باش خلته يمن في آخر حياته يتقلب. يعني كما نقولوا احنا بالتونسي يرجع الربي. الصبر لله ورجوع الربي، أما الدنيا واهلها. دونك يعني تنرجعوا لهذه النقطة متاع الرجوع الربي، أما حبيت نعرف أنت وقتاش وقع لك الشك، نحب نعرف يعني متى بدالك الشك في الدين الإسلامي. أول شك ظهر لي هو من الصغر، يعني أنا إنسان من إنسان ياسر كيوريو كيش نقولوا احنا، فضولي برشا وكل حاجة يقولوا هذه ما نخويش بالظاهر متاعها، دونك ديما نسأل، وكيف فما أسئلة تسألهم يقولوا لك لا هذه ما فيهاش إجابة. ما يعني رغم اللي الوالد متاعي كان ياسر متفهم وياسر متفتح، ومثلا كي سألته نتفكر أنا صغير سألته نهار قلت له بابا كيفاش يجي الصغير عمل كيما كي، قال لي لوج على أن دوكيمونتير كيفاش ثور طلع فوق بقرة وكيفاش صارت الانسيميناسيون، وبعد ذلك كيفاش البقرة خرجت الثور من الفاجان تاعها، اللي هي في مجتمع تونسي تقليدي مش يوريه الولد عمره 5 سنين ويسأله سؤال يجاوبه بالطريقة هذيك. دونك كان بوكو بلو بيداغوجيك بالنسبة لي. دونك بالصغر نتاعي أنا ديما نسأل الأسئلة، نقول له باهي توا ربي خلق الدنيا، لكن ربي شكون خلق ربه؟ وشكون ما قالش فما رب آخر خلافه هو جيست خاطر هو عنده أكسي على العالم هذا جاي يكذب علينا؟ عاش اخرته كيف هو يحب منشير يخلق في البشر باش يعبدوه، خلقهم الكل مملاك، علاش يكسر في راسه جايبهم وعطاهم لو ليبر اربيتر؟ لو ليبر اربيتر ماش تنجم ترجمه لي بالعربيه؟ يعني حريه الاراده او العمل والاختيار. حريه الاختيار يعطيه الليبر اربيتر وبعدك يحاسبه على الحاجه اللي هو عطاها له. وبرشا حوايج اللي مثلا يبعث رسول، يعني الرسول في الافهم هو بسطاجي، في الافهم بعث بسطاجي، يعني انت لازم تصدق البسطاجي اللي هو بعثه لك ربي. يا خويا انا البسطاجي هذاك مش مصدقه، ويبعث بسطاجي ويحب عباد بعد 2000 سنه يملوا بالبسطاجي اللي تبعث في مده 2000 سنه. بالفعل يقولوا اله هذا ياسر بهيم، دونك انا ما حشيش نكفر بربه الاله هذا، وكانوا يستبله في عقولنا فانه هو قبله، والاله ما ينجمش يكون هذا الا انه تخاريف نتاع بشر. بالفعل في البحث نتاعي في الادوليسونس لاج دو 12-13 جو مي رابيل اول كتاب قريته هو لا بسيكولوجي دو لا فام لسيغموند فرويد. اول كتاب غير لي النظره نتاعي للمراه والنظره نتاعي، خاطر انا وقتها في اتون البلوغ، مرحله البلوغ مرحله المراهقه، وكيفاش نقرا يعني اللي نسخه قبل الراجل هو اللي عنده الشهوه فقط والمراه ما عندها الشهوه. كي تقرا لابسيكولوجي دو لافام سيغموند فرويد اللي هي سيكولوجيه المراه اللي الفيلسوف الكبير سيغموند فرويد والبسيكاناليست،
فانه تفهم اللي كل مراه كالراجل، والغريزه البوهيميه الموجوده عند المراه هي بيد الموجوده عند الراجل. بالفعل. لكن هل انت معناتها وقت وصلت معناتها لعدم الايمان بالاسلام؟ على مراحل، على مراحل. هل صارحت ما حولك ام خليت هذيك المساله سريه بينك وبين نفسك؟ والله في الاول وقتنا ادوليسون انا خاطرني مريت مرحلتين، مريت مرحله اللي هي البحث عن الحقيقه، ومرحله اللي هي انكفأت عن نفسي، وبعد ذلك نجمت ناخذ القرار باش نلحق، خاطر القرار الحاد هو قرار شجاع جدا. فاني في المرحله الاولى بحثت ياسر، قريت التلمود وقريت التوراه وقريت زبور زبور داوود والكابالا انواع السحر، قريت كتب الفلسفه البوذيه التاويه، قريت الكتاب المقدس عند المسيحيين، مشيت للكنيسه تصحبت انا والرهبان الكنسيين تصحبت انا، يعني حاولت اني نفهم، ودخلت الكنيسه 6 شهور قعدت نحضر معهم باش عرفت شنو مفهوم اللاهوت والتثليث عندهم شنو هو والتضحيه الكبرى ليسوع وكل شيء هذاك، فهمت، وعملت اصحاب من مختلف الديانات وحاولت نفهم. هذا نحكي لك في عمري من 14 حتى كشي ل 20 21 22 سنه. نجمت كما نقولوا نولي ربوبي نوعا ما، والا نولي لا ادري اكثر منه، اني في اللاج دو 20 21 21 سنه، ووقت اللي كان ما كنتش في تونس دونك كنت في الخارج، وعشت تجربه مع طفله ياسر نقدرها اللي هي كانت وقت اللي اشجع مني واخذت قرارها باش تلحق، ويمكن هي اللي اعطتني قوه باش كيف نكون انا ربوبي في هاك الوقت. هي اصلها مسلمه؟ هي من عائله مسلمه، ولكن يخليهم على راحتهم، وهي اختارت ان تكون ملحده. دونك عندها شخصيه قويه برشا الطفله هذه، انتو كان سلم عليها كانت تعرفت روحها. بالنسبة بعدين يعني درست، وخاطر وصلت درست حتى كشي درس الدكتوراه، فإنه في إطار الفاكولتي يعني لقيت شوية مشاكل مع الكوميونتي أراب، المجموعات العرقية العربية اللي هما من في فرنسا مثلا، كانت تصير لي برشا مضايقات فهمك يعني في الجامعة، جيست خاطرك أنت أسمر وتونسي يعني ما عندكش الحق تكون ربوبي، وكيفاش تاكل الحلوف ومشكلة نحكي لك يعني مشكلة. وصلت حتى أني تعرفت للتعنيف وللضرب في فرنسا، ضربوني على خاطر أني أكل حلوف. من طرف مسلمين طبعا، من طرف متخلفين. أي مسلمين المجرمين المسلمين، أي مش من طرف بوذيين، لا من طرف المجرمين المسلمين، خاطرهم يتبعوا في رسولهم محمد. حتى ديانه من الديانات اللي تعرفت عليهم، انت قلت معناتها درست الديانات وبحثت الديانات، ما عجبتك؟ شوف انا بالنسبه لي مثلا نجم نعطيك حاجه اللي هي تحطم كل شيء. بالنسبه لي يسوع المسيح هو ابن زنا ولد قحبه بالتونسي، جاي امه جات تبقر على العباد في هيك الوقت، فهمت، الله اعلم مع شكون رقدت في مجتمع متخلف باش تظهر روحها، ردت روحها قديسه لا اكثر لا اقل، وينجم يكون اصلا ما توجدش لاكثر منه، وهو يدخل في اطار الاساطير اليهوديه يعني تو بركش المسيح ماهوش مذكور هو قبل ما يقولوا اللي هو توجد، ما هو جاء امه يهوديه، هو جاي في عائله يهوديه، هو جاي في كل ما هو الاساطير والتخاريف نتاع اليهود. في تخاريف اليهود تو في تونس كانت الدور تلقى انت الاولياء الصالحه نتاع اليهود، برشا اولياء صالحه تبعين اليهود، وعندهم نفس التخلف بتاع الصوفية اللي موجود في تونس، راهو عبادة القبور وعبادة الموتى نفس الشيء، وهو شاف ضوء أصفر وهو شاف ضوء أبيض، وعنده شيخ كذا كذا في المغرب تلقى عندهم شيخ يقدسوه كأنه إله، يعني التخاريف متاع اليهود هي بيدها، يعني هي تخريف من تخريف اليهودية. غير الديانات السماوية، تفضل. غير الديانات السماوية اللي هي 4 ديانات سماوية ما زالت موجودة، اللي هي الصابئة المندائية في العراق، والمسيحية واليهودية والإسلام إذا تعتبروه هذا الدين،
فما عندك التهوية مثلا والبوذية، أنا ما ننتظرش في إنسان عاش 3000 سنة عاش في دي سيركونستانس، يعني في واقع غير واقع اللي عشته، في منتظرات من الحياة غير منتظرات اللي أنا عايشها، باش يجي باش يعمل لي أنجيد. يعني في الاخر انت حتى كي تشوف بوذا ولا تشوف الفلسفات الشرقيه باغلبها هما نوع من انواع الجورو، يعني نوع من انواع شيخ الطريق اللي يشد فهمت عمل الحكايات ويحب زعما الفلسفه نتاعه مش تكون مبنيه على كل مثلا خطريه مختلفه شويه، مش عندوش بعديك حياه وموت ولا كذا، هو مش يحكي على الخيال على الديواليتي انتر لا بي انتيريور والخير والشر، ولكن حتى هذه في حد ذاته انا ما ننتظرش باش نكون بوذي باش نتبع الطقوس. شوف اي حاجه في الدنيا وقت واللي فيها طقوس تفسد، اي فلسفه تكون هي فلسفه التنوير. ريتها العلمانيه في حد ذاتها كيف تولي توا دين تولي حاجه خايبه، خاطريه توا نوعا ما ولات للدين. كيما الوطنيه اللي يحب لا باتري لا مور دو لا باتري يقول لك انا وطني وشهيد الوطن وضحي في سبيل الوطن، وقت يولي نوع من التدين هذا يا اخي، نوع من التدين هذا ربه هو الوطن نتاعو، شنو فرق بينه هو وبين ربه بقره والاخر ربه ماعز والاخر ربه ماهوش موجود في الهواء هكاك سلام يمشي. لكن ما تشوفش اللي الديانات او ما يسمى بالفلسفات الدينيه الشرق اقصى اكثر نجم نقولوا احنا اكثر معناتها جمال من الديانات السماويه؟ ماهيش شوف احنا بالنسبه لنا مش نراه في القشره الخارجيه نتاع الديانات هذه. الديانات كي تاخذ انت فيها زاد فيها لساكريفيس اللي ينتحروا في سبيل خاطر انت تو احنا شدينا خليط غير متجانس اللي هي الديانات الشرقيه الشرق الاوسط الاقصى ونحبوا كومسين خليوها هي حاجه برك نرويها في سله واحده، في حين ان هي مختلفه، هي في حد ذاتها فيها تفرقات كبيره يعني، وحتى هي في حد ذاتها صارت فيها تجاوزات، والاديان هذه كانت يعني هي بور انستوري لو بوفوار، يعني الدين في حد ذاته هو 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 مرادف للسلطه للسلطان، السلطه والسلطان يحب يحكم في البشر ماشي يكذب عليهم باسم دين من الاديان. يعني في الاخر ما نراش هي اقل دمويه ووحشيه من الاديان السماويه، ونجم نقول لك علاش، خاطر انت عندك اكثر دين دموي وحشي هو الدين اليهودي راه مش دين اسلامي بالفعل، مع انه اغلبيه ما نعرفوش، انا خاطرني نعرف بالباهي الدين اليهودي مانيش كل البشر اللي يعني مثلا نجم نحكي معك شويه عبراني فهمت نعرف اسرار الكابالا، وقت نقولوا سحر الكابالا ولا كتب الكابالا لو كاباليست لو بلو غران كاباليست دو موند، ومثلا عندنا كلمه في تونس واحد كي يدخل يتجنن في مخه يقول لك ادخل في قباله. القباله هي مثلا كيفاش الخداع اللي تعملها باش تضر غيرك وباش تفيد بها روحك وباش تخلي ديما روحك انت رابح، صافي دي خوني لا فيناليتي، فيها برشا خداع فيها برشا تعويذات فيها برشا نصائح لليهود كيفاش يتعاملوا مع غير اليهود، فيها تعويذات هي مرادف في الاسلام للجفر، هي مرادف في الاسلام فهناك في الاسلام اللي مقابل الكابالا هو الجفر، علم الجفر، هما عندهم مثلا تعويذات جلب الرزق عندهم تعويذات اللي نعرف هو الجفر، لو اطلعت على كتاب الجفر فهمت هو نفس الكابالا لكن بالعربي فهمتك، ما طلعتش عليه حتى في انواع الكتابه مثلا تلقى الاسرار نتاعهم كيفاش يكتبوا بطريقه، مثلا في تونس عندك انواع كابالا مكتوبه بالعبرانيه التونسيه، يعني هو حروف عبريه ولكن النطق نتاعها عربيه دارجه تونسيه، مش تلقاها يعني هذه انواع، انا خاطر موجود هذا في المكنين فور اكزومبل عندهم فماك كانت هي معقل من معاقل الكابالا في تونس، يعني ما الاجرام هو اجرام يهودي بالاصل، انهم جاوا عباد جاوا كيف يقول لهم ربهم شعب الله المختار وكتب لك ارض فلسطين، انا راني ضد فلسطين وضد اسرائيل وضد الحكايات الفارغه الكل، لكن هي في حد ذاتها انه ادخلوا الارض اللي فيها عباد وقتلوهم راه ربي كتبها لكم، يعني هي شنو هي الدواليتي ما بين واحد راعي غنم
ويرى في عباد عندهم أراضي وديان وأنهار وبساتين وكل شيء، يحب يمشي ديما يحب يغور عليهم. هاي تعرف شيء، ربي قال نرى وكتبنا لكم ما يكمل لكم، يدخلوا قتلوهم وفي كل منزهم وذبحوهم وسبيهم وفي كل مرضهم وفي كل شيء. حلال عليكم وحلال. فإنه التعصب هذايا والغل هذايا هو اللي قعد موروث، وهو اللي بعد مش تلقاه في الإجرام المسيحي، هو اللي مش تلقاه في الإجرام الإسلامي. بعد ذيك عاد محمد كمل بدع طرف إجرام شوية على الزرتشتية شوية من عند المجوس شوية، لما دي الإجرام الكليك شوية شنقولوا احنا البراغماتية متاعه الواقعية في إطار صحراوي شوية اللي هو جلف جاي بالصحراء يعني، هذا الكليك هو اللي يخليه الإسلام زاد هو ظهر الإجرام متاعه. لكن حتى اليهودية راهي ظهر مجرمة ولكن الإجرام متاعها متخبي يعني، كما نقولوا يقول يعمل كل عملة لكن من غير ما يظهر روحه. جيس الفرق بينه المسلم والمسلم بهيم، يعمل العملة عيني عينك، هذا الفرق الوحيد. الإسلام جاب خلاصة وكون يعني، ما هو نفس الشيء بالفعل، هو ما عند اليهود 30 مليون ولا 40 مليون، كان جاوا مليار راهم هلكوا العالم، هما حتى هكا هلكوا العالم يعني، كان جاوا مليار يعني راهم خلاص بسر. هل نسألك سؤال، مادام كنتي معناتها متعمق في الأديان، رغم اللي يمكن نعمله حلقة أخرى حول مسألة المعتقد كان تحب، من حب نبعد بعيد على الموضوع الآن، هل الإنسان غير محتاج إلى معتقد حسب رأيك؟ الإنسان غير محتاج إلى معتقد. هل الإنسان في حاجة إلى معتقد؟ الإنسان في حاجة مش المعتقد، ولكن الإنسان في حاجة إنه يكون في راحة وفي طمأنينة مع ذاته أكثر منه يكون حاجة فيها المعتقد. اي هذا مش معتقد، مانيش نتكلم عن الدين، فما فرق ما بين المعتقد وبين الدين. الانسان كي عنده ديما في حاجه المعتقد، لكن المعتقد الانساني هو معتقد متطور، خاطر انت الاعتقاد بتاعك في العشر سنين مش هو في العشرين مش في الاربعين مش في الخمسين مش في المية. يعني تؤمن بالاعتقاد كحاجه ضروريه، على خاطر مثلا عندما نرجع للغنوصيه لو تتبع يعني الفيديوهات على الغنوصيه، في الغنوصية يقولوا اللي المعتقد هو الذي جعل الإنسان إنسان، يعني الإنسان يختلف عن الحيوان إنه حيوان عنده اعتقاد، فهمت؟ ولكن يقول لك في نفس الوقت الغنوصية إن المعتقد يعتبر شخصي أول شيء، وثاني شيء يتطور حسب الزمان والمكان، والمعتقد الجامد هو معتقد باطل. أنا مش نزيد نفسر الكلام بتاعك، لكنه بشوية اكزامبلوات يعني بشوية أمثلة. يعني الإنسان البدائي اللي هو في العصور كما نقولوا احنا 50,000 سنة ولا 100,000 سنة أول ما ظهر، خاطر أنا بحكم التركيبة بتاعي أنا قاري البيولوجيا بالباهي، فإنه كي ترجع تحب تفهم البشر هذية اللي هو مثلا لومو سابيانس اللي ظهر في إفريقيا انتشر في العالم، ما نجمش يكون انتشر هكاكا، فما حاجة فما اعتقاد لزو باش يركب في البحر ويسافر في وسط البحر وعطاه الكوراج القوة. فإنه الاعتقاد في حد ذاته كيف سواء اعتقاد ديني أو اعتقاد لا ديني هو المحرك الأساسي لتطور البشرية ولتطور الحياة وتطور الإنسان، فإنه الاعتقاد لازم وجوده، لكن الاعتقاد هذايا زاد لازمته يكون متطور بتطور الإنسان بالفعل على حسب مستوى وعي الإنسان. وهذا تقوله الغنوصية اللي تقول لك المعتقد الذي لا يقدمك إلى الأمام والذي لا ينفعك وينفع الإنسانية فهو معتقد ما عادش يصلح. بالضبط، مثلا أنت كتجي تشوف البشرية أنت راه بالاعتقاد تقدر تغير قوانين الحياة في حد ذاتها، راه الاعتقاد يعطيك قوة كبيرة معنوية. وما تعرف شنو سبب الاعتقاد عند الإنسان؟ الاعتقاد عند الإنسان سبب متاعه هو أنه أول حاجة له المخ البشري مكون تكوين متاعه ياسر معقد، تكوين المخ والعقل البشري، وأنه البشر الفرق بينه هو والحيوان، الحيوان يخاف ولكنه ما يفكرش، البشر يخاف ويفكر. فإنه الخوف مع التفكير يولد الاعتقاد بالنسبة لي، وخوف أكثر خوف بالنسبة للبشر هو خوف من الموت، الحيوان زاد يخاف من الموت لكنه ما يفكرش. فإنه
تقصد 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 ما يفكرش والا ما يعيش بالتفكير بتاعه، فما فرق، لان الحيوان يفكر قبل مثلا ما يهجم على حاجه يعمل حساباته. هناك فرق ما بين التفكير وما بين الوعي بالفكره. يعني الانسان هو هو حيوان واعي. نقصد على الوعي، انا نقصد الوعي. التفكير هو تقصد فيه الوعي، هذاك ايش حبيت نقول لك. ايه كمل. تفكير الوعي. لأن الفرق هذا هو اللي يولد الاعتقاد عند البشر، فانه يولي مثلا انت كيف تجي الحيوان، حيوان مش يشوف اربع حوايج حتى كيفكر، مش يعمل رولاسيونات يعني علاقات يربط بسهم بين هذه وهذه وهذه وهذه، وهيك هو محدود التفكير نتاعه. البشر خرج من العالم المادي نتاعه ولا يفكر في العالم اللامادي، يعني عمل لا ترانسوندونس ايمان، طلع فات الواقع نتاعه، فات كل شيء، ولا يفكر ولا ينجم يبني علاقات فكرية اللي هي بعدك السبب في علم المنطق في نوع من الأنواع. جاء علم المنطق هو اللي يخليك تعتقد، هو اللي يربط لك الاعتقادات في حد ذاتها. ظهور أصلا علم المنطق هو مرتبط ارتباط وثيق مع المعتقد ومع حاجة البشر الاعتقاد في حد ذاتها. بالفعل سي رمزي، هو راهو هذا الموضوع أنا مذبية معناتها نعملوا عليه حلقة مرة جاي كده عندك وقت، فأنت نختاروا نقطة معينة ما دامك انت مطلع على هذه المساله. خلينا نرجع لموضوعنا، معناتها نوقف هذا الموضوع حتى كان باش نواصلوا فيه، باش نقعدوا حتى لاخر الفيديو، وخلينا معناتها يمكن في مناسبه اخرى ناخذوا بعض النقاط ونحاولوا باش نناقشوها. نرجع لمساله النفاق او ما يسمى الشخصيه المزدوجه، ونبدا سؤال يعني بسيط جدا. ما دامك انت معناتها كما نقولوا احنا التونسي، فهمت، يعني تعتبر إنسان مثقف ومطلع على عدة مجالات، سواء في المجال العملي في المجتمع التونسي وإلا في المجال العلمي، شنو دور المثقفين بصفة عامة في توعية الشعب؟ كيفاش تشوف أنت هالمجتمع بتاعنا مثلاً، كما تشوف بعض الشخصيات في تونس اللي هما تلقاهم ملحدين أو لدينيين، من بعد يطلع لك للتلفزة ولا يطلع لك الوسائل الإعلام ويبدأ يحكي لك ربي والرسول، ويبدا يرسخ في الفكر الجاهلي والتخلف، ومش هذا نوع من انواع النفاق؟ هي من اكبر انواع النفاق. انا عندي صديق هو تو وزير في الحكومه الحاليه، جيت حكيت معه في الحكومه اللي تو في البلاد، فهمت، جيت قلت له تو انت كيف متمنش علاش تبدا تبقر على الناس وكذا وتخرج تحكي لهم من النبي والرسول وكذا. قال لي شوف، قال لي الدين هذا لازم يكون موجود ولازم نقعدوا ديما البهايم يمنوا به باش احنا نجمو نعيشوا. قلت له يعني تو انت هكا تقعد عايش في ميردة في بلاد الزباله وشعب متخلف باش انت تسلكها شويه، يعني انانيه ومفرطه نحس وابتذال كبير. هذا هو هذا تفكير امراه، يعني نهار تمشي تلقى حمل همامي يقرا في ايه في فاتحه على قبر ولي صالح، يعني تحسها كراكوز من الاخر. يعني وهذا الكل الشعب يعني لهالدرجة هذا مغيب باش ما يفهمش؟ شوف، هي فما رأي، فما زوز نقاط لازم نفهمه. أنا تو مثلا في تونس نجم نقسمها لك على برشا أقسام، أنت والمدينة وأنت والبلاصة. تونس فما بلايص اللي هي تنجم تكون فيها متحرر شوية في مخك وفي تفكيرك، وعاملوا نوع من الإيفوليسيون يعني نوع من التطور. ولاية المنستير، نحكي هوني على المنستير بعض القرى اللي دايره بها، ولايه قفصه اللي هي نحكي على قفصه صندر والمتلوي ورديف هم العرايس، نحكي على نابل، ولايه نابل في بعض البلايص هذا فيها مش الكل، قليبيا، منزل تميم، نابل، حمامات، تونس اللي هي المرسى وقمرت وسيدي بوسعيد وكارتاج البوليونور، هذوما بلايص اللي هو في الجمهوريه نجم تلقى فيهم ناس عند الخمام وتجب تحكي معهم. البقية عبيد ميتة، تحكي على عبيد ميت، هو عايش ميت، هو تفكيره ميت، هو إنسان تحت الأرض، ما تنتظرش منه حاجة باهية. يعني كي تاخو أنت تاريخ ولاية سوسة مثلاً، السواحلية إيش كانوا؟ كانوا يعني في الستينات والسبعينات كنت دخلت لهم السياحة، رجالهم يخدموا دي جيجولو، يعني عاود هو يخدم بروستيتي امراه قحبه تحل ساقيها بالفلوس، مش يولي راجل يمشي يكري بدنه العزوزه قاوريه بالفلوس، فانهم عايشين اصلا في نوع، ويمشي لمرته يحكم عليها تتحجب خاطر هو يحس روحه ناقص حاجه. دوكوني نحكي احنا على سوسيتي مريضه في سوسه، نحكي
صفاقس عباد مرضى بالبوليسيون، عباد مرضى اصلا هما اغلبيتهم يرجعوا عرق يهودي، يعني عندهم الراسيزم وياخذوا من بعضهم وامراض تاع الصفاقسيه. تمشي سيدي بوزيد وقصرين، عباد بدوا رحل كاصلهم بدوا، ما فماش مدينه، ما فماش مدينه ثم سيدي بوزيد عمرها اقل من 100 سنه. فهمت؟ المدينه الوحيده الموجوده في الزون هذيك كامله هي مدينه صبيطله، صفيطله اصلها كانت. فهمت؟ قبس فكرتها. دونك الشمال الغربي كيف كيف، ما فماش مدن خلاف مدينه الكيف، وهيك علاش كانت حتى تلاحظ انت في المسرح اللي خرجوا مسارح وخرجوا ممثلين هي الكيف، على خاطرها اصلها اكثر من 2000 سنه، هي قفصه اصلها اكثر من 10000 سنه حضاره. هذوما البلايص الموجوده، البقيه راهم عباد ميته تحت الارض، ولايه بنزرت كلها ريف، ما تنتظرش ثقافه وفهم وعقل من عند ريفي، من عند بدوي. اخر تفكيره انه وقت يشعل بالبقره واش مش يوكلها، ما عندوش اصلا، ما عندوش لو كونفور، ما عندوش الرفاهيه باش نجم يفكر في حاجه اصلا. ولكن سامحني يا رمزي، هذا الوضع اللي انت وصفته يعني بدقه حول الجمهوريه التونسيه، يعني هل معناتها لكي يكون فما توازن في مستوى الوعي من بين المناطق اللي سميتها انت تحت مستوى الصفر او الموت، وبين المناطق اللي نوعا ما نجم نقولوا عايشه، هل هي مسؤوليه الطبقه المثقفه ام مسؤوليه السياسيين ام مسؤوليه الناس اللي يعيشوا بحد ذاتهم، هما اللي ما يحبوش يعملوا مجهود باش يغيروا من انفسهم؟ هي اول حاجه الطبقه المثقفه كي كان عندها الوقت باش تعمل الخدمه، وقت كانت عندهم الفرصه ما اختنوش الفرصه. الطبقه المثقفه توا من سنة 2000، من سنة 96 مع انتشار، مع 96 يعني نحكي لك على بداية بث قناة الجزيرة وبداية الشريعة والحياة بتاع المجرم القرضاوي وبداية البومباردومون، يعني انت سامحني راك اون ديسبروبورسيونمون نيميريك مونيتير فينونسيير في كل شيء، راك ما عندك شيء، انت باش تحارب؟ هابط على جبل بقدومة مش تحارب، هابط على جبل بقدومة عباد عندها المليارات بتاع البترو دولار وعندها القنوات وعندها الفلوس وعندها الكتب وعندها الجمعيات وعندها فخ الأموال وعندها شراء الذمم وشراء المثقفين وشراء السياسيين وشراء العسكريين وشراء العالم كامل. انتوما ربي يشريوه، ربهم هما يشريوه، هما ربهم يشريوه. هو كي يمشي يعمل مصيبة يكمل يخرج مليار زكاة باش يشري ربه. تحكي انت شنو انت المثقف التونسي اللي هو عريان قريان ما عنده شيء؟ المثقف التونسي ما هو فقروه، ما هو بن علي فقر المثقفين، ما هو 29 سنة بتاع الدكتاتورية فقرت كل المثقفين. قبل يقول لك قم للمعلم يوفي التبجيل كاد المعلم أن يكون الرسول، اليوم المعلم يصور في 700 دينار ويبدأ يسكن بعيد ما يخلطش حتى بالشكري ويعيش. شكون المثقف اللي تحكي عليه؟ تحكي لي على الأربعة بتاع الروتاري كلوب بتاع تونس؟ شنو هي مشكلتهم هما هذوك؟ هيك مشكلته يحب يعمل جمعية باش ينيك الطفلة هذه ولا ينيك الطفلة هذه؟ هو شايب عنده بزيد فلوس اعطيه كيما نقولوا يعمل بلاصه باش فيني يظهر فيها شويه روحه ويدبر طرف فليسيت مخه كامل. اخر حاجه قمه الثقافه نتاعه انه اما هي الطفله الصغيره اللي عمرها 25 سنه باش يبيتها في فرش الليله ولا غدوه الليل، هكا هو هذاك هو التثقيف نتاعه. شكون تحكي عليه؟ اما ثقافه في تونس، اما ثقافه مش تواجهها شنو؟ شكون المثقف اللي مش يحل فمه؟ وشكون مش يستدعيه؟ وفي أما تلفزة مش يتعدى، وعلى أما جريدة مش يكتب؟ وشكون الدولة اللي تحميك أصلا حتى كي تكتب أنت؟ شنو رأيك في ألفا يوسف؟ ألفا يوسف أكبر واحدة منافقة ورهدانة. ألفا يوسف شو عندي من نحكي عليها؟ ألفا يوسف تحب تزين الإسلام بالسيف، حيرة مسلمة، علاش ما قالتش حيرة ملحدة؟ زمزمة هي أكي شنية في مخها، هي تهاجم في الإسلام من الداخل، لا عملت حاصله أف بربي. قديش من واحد تونسي من الطبقة العادية قرأ لها كتاب؟ شنية الإنجازات اللي بدلتهم؟ إيش عملت ألفا يوسف وغير ألفا يوسف ولا نساء الديمقراطيات ولا يوسف الصديق ولا غيره؟ شكون ما ذوبك؟ شو رأيك في يوسف الصديق؟ يوسف الصديق إنسان يحكي في كلام، لكنه يحكي في كلام ياسر قوي، انه لو ميساج نو باس با. تي تحكي انت لشكون؟
الرسالة لا تمر. لماذا الرسالة لا تمر؟ هنا هو المشكل. يعني المثقف اللي ما يتكلمش وينافق كما ألفا يوسف وغيرهم ويظهر روحه زعما مسلم وكذا، ويوسف الصديق اللي هو أكثر صراحة في مواجهة الأخطاء وحط صبعه على الجرح الدين الإسلامي، ما يفهم حد. أما حديث نبوي شو يقولوا له هذا الحديث؟ قال لك خاتم القوم بما يفهمون، هل تريدون أن تسفهوا الله ورسوله؟ هذا يا محمد هو جاهل 1400 سنة تيري قال الكلام هذا. قال لك يعني إيجا للعباد فحكي معها بالقجمي باش تشوف تفهمك، أحكي معها باللي تفهمه. طيب يوسف الصديق يبدأ يحكي في حكايات أصلا ساعات أنت راهو، أنا نحكي معك راني معاشر الشعب التونسي، يراهو بك كريسكاتر تلقاه ما يعرفش يعمل جملة بالفرنسي. يا أخي الشهادة هي شهادة يا أخي، سامحني أنت تشبه يا أخي. أصلا البشر في تونس راهم ياسر راهو ما يعرفوش يستعملوا أورديناتور بي سي، ما يعرفش يستعملوا 80% من الاستعمالات يحل في الفيسبوك. بالنسبة لي الإنترنت فيسبوك ولا تشات ولا يلعب في لعبة ولا يتفرج على فيلم، هذا هو بالنسبة لي الأورديناتور. الجوجل ما يعرفوش حتى أبليكاسيون منه، 99% من الشعب التونسي لا يعرف الجوجل سكولر. تلقاه راهو نحكي لك باحث علمي، تحكي لي شنو هو، تحكي لي تقول يوسف الصديق. يوسف الصديق يحكي في حكايات العباد أصلا ما عرفليش بها، ما تفهمهاش. أون برينسيب تعملوا دي كارتون أطفال صغار وتفهمهم. راهو هذا محمد راهو عقاب واحد هو كيف جاء بورقيبة، انا ما يحبوش هذا برقيبة خاطر عمل برشا غلط، وهو اللي كان هو سبب اللي احنا في الخراب اللي احنا توفير. فما حد يخرب برقيبة قبل جاش قال لهم محمد لقد كان راعي غنم بدوي راعي غنم، فهمت يرعى غنم والابل وكهوك يعني من الاخر تي انت سامحني محمد كي تفكر فيه واحد تونسي يفكر يقول محمد 1400 سنه التالي اذا اصحابه يصلوا فيه يقولوا له بربي نمسحوا صرمنا بعظمه ولا بحجره. توا تنتظر من عند هذوما العباد هذوما اصلا علم ولا تاخذ منهم كلمه؟ عباد واحنا بشنو مش نمسح ترمتها؟ وهو يقول لي هذوما الصحابة الجليل، أما الجليل وما صحابي. هو يقول لهم لا أعمل بالحشرة وما تعملش بالعظمة، والعظمة مش شكلها الجني حصيله. يعني تديجا أنت سامحني كان واحد عنده مخ شوية ويفكر ويسمع الكلام هذايا يشيخ ضحك، مش يستنى في يوسف الصديق يحكي له هل القرآن كلام الله ولا مش كلام الله، وهل أنه خالق هل أنه مخلوق أو أنه قديم وقدمة متاعه حكاية فارغة معنا وتوصلنا الحبسية. يعني تشوف انت يوسف الصديق يتكلم في كلام كبير ياسر على الشعب باش يفهم؟ والله يحكيه مع 10 من الناس اللي يفهموا في الكلام بتاعه اوكي، اكثر من هيك العشرة ما يفهموا حد. وشو رايك في الطبقه السياسيه؟ الطبقه السياسيه نتاع تونس شلايك؟ بيان سور شلايك، النفاق كلهم نفاق من اعلى الهرم الى اقل الهرم، والكلهم سرق وبما فيهم الخوانجي والساتر والجوش كاملة، وبالجوش بلوريال كي نقول الجوش الكل يعني الوطد والحزب العمال الشيوعي وهكا المتخلفين. قالوا لا انا اكثر عباد نكرههم في تونس سامحني، مع اني نكره الخوانجية برشا، اما اكثر عباد نكرههم هم القوميين العربيين. يعني كل ما يحكي على القومية العربية ويعمل تصوير صدام الكلب وتصوير تلشكون الاسد المعزة وحكايات، ويبدا يعني يحكي لي في حكاية واحد انسان فاشل دمر بلاده، وهم يعملوا في تصويرته الشهيد القائد الهمام صدام البغل نهار كل يحكيوا على فلسطين ويحكيوا على فلسطين. يعني هذوم اكثر عبيد نكرههم نحكي معك، هذوما بالنسبه لي مخطرين اكثر من الاسلام. او من الاخر نحكي معك، ريت القوميه العربيه نتاع جدبوهم هذوما اخطر من المسلمين، هذوما المسلمين خير منهم، الاخوانجيه السلفي خير منهم. العروبة هي وجهة من وجه الإسلام، راهو نجم تشوف يعني نفس الشيء، هما يلعبوا على زوز حاجات العروبة والإسلام في شمال أفريقيا، ولكن هي في الظهور متاعها ظهرت عند الحركة المسيحية اللي حبت تساوي بين مسيحي الشرق ومسلمي الشرق إنه يعملوا حاجة اللي هي الهوية العربية. واضحين احنا مو التاريخ متاعها يعني طبعا تاريخ برشا يعني فهمت، ولكن احنا هوني مو الفهم متخلف عندهم كاو دونك. يعني تسمع انت برشا حكايات، لو تونس تقول لي انت سبقه سياسيه واش مش يصير، انا لازم نقول لك مش يصير في تونس. عندي نظره وكل حاجه نقولها مش يصير في التونسي، خاطر انا عندي ان فيزيون جلوبال على الاقتصاد على السياسه على كل شيء. ريت البلاد هذه تونس مش تزيد تفلس، ريت البريود الجايه مش يولي فيها دعاره في كل بلاصه، خاطر الناس ما قاش واقله باش تاكل. دونك العباد اش عندها اغلى بالنسبه ليهم في شعب متخلف، اغلى حاجه هي العفه نتاع المراه، عفه ما عرفتش حتى علاش يسميوها عفه، ما هم عفه ولا عثه ولا اللي هي هذيك، هي مش يولي يبيعوا فيها على قارعه الطريق
وماش يكثر البراكوناج، السرقة والنترة والسيكوريتي مش تقوى في تونس. هذاش مش يصير. يعني احنا مش نوليو ان اتا تريزا فيبلي، ضعيف برشا الدولة التونسية، ومش نوليو كيما الامريكا اللاتينية فقط. مش هذاش مش يصير. مش تولي بلايس محمية بطرف شرطة وطرف جيش، هذيك فيها يستتب الامن، والبقية دي زون دو نون دروا، مناطق غير بلا قانون. وبالنسبة للشعب، يود الشعب ما يستاهل كان اللي هو فيه يا اخي. تستطر انت تو سمحني، الشعب بصفة عامة هو الشعب أبله يا اخي. انا عشت في فرنسا، الفرنسيس بهايم، ومشيت ألمانيا أبهم من الفرنسيس كيف كيف. لكن عندهم طبقة سياسية ذكية، عندهم طبقة سياسية ذكية، ولكنها سرقة 10 مرات أكثر منا. جيست الفرق الوحيد بيننا احنا وهما، هما يسرقوا بلادهم ويسرقوا بلداننا باش يعوضوا السرقة اللي سرقوها، واحنا اللي عنا يسرقوا بلادهم ويزيدوا يسرقوا بلادهم ويزيدوا يسرقوا بلادهم لاكثر الاقل، وما ما 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 يعظمش ما يقراوش من صحه بلادهم لاكثر الاقل. لا، يسرقوا بلادهم ويزيد يسرقوا للاخرين بلادهم. بالضبط، يعني يسرقوا بلادهم باش يعطوها للاخرين وياخذوهم. بالضبط، هذا هو شي يعملوا يا سيدي. يعني تحكي لي تقول انت كيفاش طبقه. انا مشيت فرنسا يا اخي، يمشي ايدول واحده شلاكه تغني في غنايه مانيش عارف شنو، هم يندبوا في خدودهم، هم يتبكيوا، هم يا اخي هذا مش شعب أبلها يا اخي، ناقص بلاها. هما الشعب الاوروبي يا اخي. انا خدمت في سنتر دابيل قبل، تبدا تكلم فيك تحكي لك في حكايه امك يا اخي. هما ناقصين ايمان بالخرافات، ناقصين ايمان بالاسترولوجي، ناقصين ايمان بالماجي، بالسحر والشعوذة وقراءه الطالع والتخلف الكل يا اخي. بريك شي ناقصين هما بالفعل. احنا في الحقيقة الحديث معك يطول. نرجع للمجتمع التونسي وما يسمى بالنفاق. اعطيني معناتها فكرتك، معناتها كيفاش يعيش النفاق المجتمع التونسي. هاي سيدي نعطيك كيفاش يعيش النفاق المجتمع التونسي. هاي هاني نسمع فيك. مثلا نحكي لك انا على تجربتي الخاصة. مثلا نبدأ واحنا قاعدين كشباب، مش نمشي مثلا نشربوا، تلقى عندي اصحابي يشربوا معايا. وقت نجي ونتلاقاو في إطار بروفيسيونيل ولا في حاجة ولا كذا، ولا نجي نحكي له نهار حكاية، تلقاه يعيش في داره، في دار بوه. هذا أنا نحكي لك على راجل، ما نحكي لكش على إنفا، على خاطر الراجل يعني عنده نوع من الحرية أكثر بشوية من الإنفا. مسكين الإنفا تكل على راسها، تلقاه يحكي يخبي على العائلة متاعه المقربة، ويخبي على أصحابه وعلى المنطقة اللي ساكن فيها، وما نجم علاش تو تجيل لب اللي النفاق في تونس. تمشي الولاية باجة، تمشي الولاية الكاف، تمشي الولاية بنزرت، مش القام عاقلين، بناتهم كلهم ناس طيبة. البنات هذم هما بيدهم يهبطوا لتونس، يولوا كلهم قحاب، يرجعوا لبلادهم يضربوا حجاب. الولاد متاحهم في بلادهم عاقلين، يجيوا لتونس يولوا كلابسوا. سامحني توقف انت ولا المشكلة فين؟ هي تلقاها تقوم بمارس الجنس وتحكي على صاحبتها قحبة. وكي نقول قحبة خاطر في تونس راه ما فماش ممارسة الجنس على خاطرها حبة تطفل، خاطرها تمارس فيه عاهرة إلا على خاطر الفلوس، خاطر هي جاية ناقصة فلوس، تحب تكمل الشر بتاعها، تحب تلبس وتحب تسهر وتحب تحوس وجيبها فارغ، وتحب تدبر فرصة في حياتها. دونك هي جيبها فارغ، عندها الحاجة الوحيدة، عندها الشق اللي عندها، هذاك الشق مش تكريه، دبر منه طرف فلوس. تلقاها تجي مقملة، ما عندها فيها منظرة ما يتشاف، بعد عام ولات حطايب وبورتابل بمليون والباس و فهمتني شنو نحكي تو؟ نفهم فيك. نعطيك نوع آخر من النفاق. النفاق مثلا عندي أصحاب نعرفهم، يهبط المدينة الأصلية يولي يصلي في الجامع 5 صلوات حاجة حاضر، وهو هوني في العاصمة للنهار شد يعرف منظر الجامع كيفاش يكون. هذا نوع من النفاق ولا مش من النفاق؟ بالفعل. باه نزيد نعطيك حاجة أخرى. يجي ديما يحكيوا لك على مكارم الأخلاق، وهما ما يسرقوش، وهما ما يكذبوش، وكي يبدأ يحكي لك أي حكاية هو يبدأ يكذب. هو من أول كلمة من ألفها إلى يائها وهو يكذب. وهوني نحكي عن نيفو متاع الكذب حسب القدرات الذهنية.
فانه البهيب باش يكذب كذبه عريانه واللي اذكى شويه مش يكذب كذبه منمقه شويه وهكذا دواليك. فانه شعب كذاب بامتياز الشعب التونسي. وشنو السبب نتاعو؟ يتلم ياسر انا لاحظت. يا ودي غير عادي. يحكي لك يقول لك راني هيك النهار ما كانت عندي هليكوبتر وهبطت بها الباب سويقه وخفت لا يسرقوها لي يا اخي عملت لها شرليه. ويبدا يحكي لك فيها ومصدق روحه. يبدا مصدق روحه. شوف النفاق الشعب التونسي ما يوصلش النفاق الشعب الجزائري الشقيق اللي انا نقدره ونعزه ونحبه برشا. يعني احنا باللي عايشين في حاله تخلف اقل بياسر من الجزائر. لا لا سامحني العقد اللي موجوده في الجزائر ما تنجمش تتصورها بالك زاد. يعني يعيشوا ازمه كبت جنسي ما تنجمش تتصوروا بالك. عايشين فقر. تخلف اكثر من دلوان. تخلف اكثر من تونس بألف مرة. تخلف ألف مرة اكثر. احكي لك انا حكاية. انا كانت معايا صديقة جزائرية وانا في مدينة من مدن الجزائر. كنت وقت ليك في مدينة جالمة. مدينة صغيرة هي. واضح ولا؟ هي تسوق بيا في السيارة متاعها. عملنا كيما هكا وقفنا في بلاصة. مش تهبطني مش نمشي نقضي عندي قضية ومش نستنيني. كي جات توقف تقف بالكرهبة. عملت كيما هكايا ترعش. قلت لها شبيك؟ قالت لي فما بوليس. قلت لها كودرك نتاعو شي يمك فيه واش راك واش راه فيه واش راه فينا ما عنده ما يتدخل فيه هكا هو عملت هكا. قالت لي لا استنى. مشات قدمت بالسياره طلبت منه الاذن باللي هي تقف في بلاصه اللي هي ماهيش ممنوع فيها الوقوف وبعد باش وقفت السياره. قلت لها علاش عملت هذا؟ قالت لي خايفه اللي يقول حقرته. لا لا يعني هم التخلف عندهم أكثر منا. الحقرة هم زايدين عندهم الحقرة وجزائر هي العالم كامل وهم شعب مش عارف شنو مش عندهم مليون شهيد ويعني حصلوا دجا. أنت كتشوف التلفزيون متاعهم والتلفزة التونسية تفرق تشلق بالتخلف. هم عايشين في الثمانينات والتسعينات بتاع تونس وعايشين فقر مدقع أكثر منا وعايشين همجية وكذب أكثر منا. لكن نرجع لك أنا طبعا لتونس بلادي اللي نحكي عليها. النفاق موجود في كل مظاهر الحياة. في كل مظاهر الحياة. في التجارة تلقى الناس كل تنافق. انت تهبط للسوق يجي يمد لك قطعة يقول لك هذه هكا وهكا وهكا تقول له يا سيدي له كنتي غالط. يقول لك يخزر لك هكا بين حمرة ويقول لك يشنو هي سومة 5000 تحب تكون صحيحة بالحق. ايه ما عليش كده يعني ليس يكذب وزيد يتقبح فيك. تمشي يقول لك مثلا الشرطه في خدمه الشعب. هي عمرها اللي كانت شرطه في خدمه الشعب. انا شرطه في تونس نعرفها في حاجه برك. الشرطه يمشي يدوروا في الغابات يشدوا شي واحد راقد مع واحده باش يضربوه في 100,000. هذه هي الشرطه في تونس. واي قانون مش يعملوه مش استغلوا الشرطه باش دخل منه بزايد فلوس رشوه في جيبها. هذا هو الشرطه التونسيه. الشق الشرطه والحرس التونسي هيك خدمته تنقيص مقص والسجون والإصلاح. لا سجون لا السجون والإصلاح. يقول لك الإصلاح فين الإصلاح؟ الإفساد هو ما يبيعوا في الزطلة. أنا توا نجم نقول لك سامحني عصابات سرقان الموتورات بوليسية. عصابات اللي يبيعوا في الإكستا بوليسية. عصابات اللي يبيعوا في الستالي بوليسية. كلهم بوليس يا أخوي. كل شرطة الشرطة تو في إفساد الشعب في تدمير الشعب في تهدم مقدرات الشعب. هم الأخر يلقاوا عركة. أنا حضرت عليها في شارع باريس في العاصمة. طفلة تاكل فطريحة من 3 أولاد وزوز شرطة على هيك التدخل السريع على الـ 125 واقفين يتفرجوا عليها باش يقفوا لا ما يتيقوش. والعبيد تعيط لهم تقول لهم حزوا عليها ما مشاوش حزوا عليها. علاش؟ على خاطر باهي مش يحزوا عليها ما عادش باش يدبروا فلوس ما حاشتهمش. خاطر ماهيش في خدمة الشعب. خاطر ما هم في حد شيء. على خطر النفاق هو نفاق في العمل. انت في تونس العبد الكل تنافق. تهبط الشركه الاتاب البتروليه في شارع محمد الخامس في اي وقت. تو اهبط في اي وقت تلقى شطر العباد راميه البلوزونات بتاعها على الكراسي واللي درات 4 تيقان فارغين ما تلقاش واحد في البيرو بتاعه ويضربوا في شهري ب 4 و5 ملايين كل واحد فيهم. النفاق في كل شيء. العساس اللي عامل السيستم دو سيكوريتي في المخازن جنرال ولا في الكارفور. انت داخل مغازه عامه عاملين ماكينه الماكينة زعما باش تخدم. هو عاوز يثبتك كيف انت الماكينة تزمر يقول لك لا ما شاء الله عليك انت وجهك وجه خير. اي تعدى. اكثر من هالنفاق. هذا انسان قام بخدمته.
تمشي اهبط توا في شارع الحبيب بورقيبه سنترال بارك المونوبري لونتري نتاعو تو تلقى زوز بنات الطفل عمره 18 سنه الطفل عمره 16 سنه سيكوريتي الطفل اللي عمره 16 سنه سيكوريتي ما حتى عصا لوح ماهوش عاطينها له تدوسه بكف تقتله سامحني اذا فما اتاك تيروريست غدوه حي قريب يدخل يفجر روحه شكون مش يحس وين الامل وين اي حاجه دي بلاد نفاق عايشه على كذبه يجيو يحبوا زعمه يظهروا اللي هما عاملين شويه امل يدوروا باربع باكيت وزوجوا فرطه طف 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 يدوروا عاد اربع خمسه قاعدين يسكنوا عم بحر هذوك هما اللي مش يعملوا التفجيرات اربع خمسه قاعدين ينايكوا في غابه اربع خمسه تراش قاعدين يعملوا يلمدوهم ويمشوا يعملوا بهم التصيرات وياك واستتب الامن والامن يخدم على روحه هذه بلاد نفاق والشعب الجاهل البهيم يحب كان هكا دونك هو بهيم بهيم خليه ياكل عصا ما دام بهيم هاي صديقتي تحب تحكي لك حكايه بربي احكيها اي جا احكي هاي مش تحكيها الحكايه عسلامة عسلامة سامحني يا محمد دخل خطر في نفس الحكاية هذه مرة نفكر أنا كنت نسهر ومروحة حكيت ساعتين هكاك ثلاثة أنا متعدي على روحي زوز ولاد صغار في العمر تبولدوا عليا طفيت وطفيتهم يا أخي قدم واحد فيهم واخر يضربني بكف كمل الآخر أنا هكاك ثم باقة تخزر لي معناتها محاكم يخزر لي ما حب حتى حد يدخل فيه قال شنو أنا كنت نسهر شكون لازك أنت باش تمشي تسهر كيما هكا معناتها ما ترى شيء يوقف المخ شيء اقوى منا معناتها كنت تحكي انت معناتها النفاق نحكي لك انا في مثلا في السبيطارات في, في في تونس الكلهم احنا نخدموا في خدمتنا احنا مريقلين احنا كذا وانا معناتها نخدم انا في الدومين هذايا في دار الصحه في الصحه ما نشوفش في خدمه نشوف كان في العواج نشوف كان في اللي في اللي يفصل قبل الخدمه وفي اللي جورو تاع وفي اللي في اللي يقول لي يرادك معناتها ارجونت يزمي يدخل يقول لك لا انا باش نمشي نتعشى ويسكر على روحه في البيرو ويتعشى ويكمل العشاء ولا يكمل الفطور نتاعو وما يهمه في حد وقت اللي هو يكمل يمشي يدخل وقته راهو شيء مش نورمال في تونس راه هذا الوضع يعني جديد ولا من عهد بن علي لا 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 هذا متوارث حتى من عهد بورقيبه مش حتى من عهد بن علي متوارث لو انا نحكي لك مثلا يدخل واحد جديد منتدب في 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 معناتها في وزاره الصحه مثلا منتدب مش يخدم يخسر عليها يشد الرجل هكاك العام الاول ايزو فيه ترسم معاش يخدم خدمته يجي يكلمه شكون يقول انا عندي نقابه انا عندي نقابه دافع عليها وما عندكش الحق لا تطردني لا تعمل لي لا حد شيء شفت انا معناتها استاجير كنت استاجير شفت حاجات اغرب من الخيال معناتها حاجات ما شفتهاش مثلا نعطيك حاجات اون برينسيب انا نخدم مثلا في لي سال دوبيراسيون قاعه العمليات حاجه اسمها لاسبسي قاعه حفظ الصحه هذه حاجه امبورطونت على الاخر تعقيم وكذا ما يمشي ما يطبقوش ما فما حاجات يلزمك تعملها ما تتعملش ما نعرفش اكزامبل مثلا في سال دوبيراسيون كي يعمل انسان عمليه كي يخرج يلزم الساله هذيك تتغسل وتتنظف وتعقم وتسكر ساعتين باش يدخل غيره لا هما يدخل هذا وفات العمليه خرج دخل لي من بعده قال شنو ما تمام مونك دو ماتريال ما عندناش برشا سال دوبيراسيون مثالش حتى كنقولوا فماش دي سال دوبيراسيون برشا في ساله واحده تخدم 50 عمليه او موا كيهبط المريض تعقم لا تابل دوبيراسيون حتى تابل ما يعقموهاش راه تبدا انت ملاد باش يدخل يعمل عمليه وهو يحطوه فوق تابل فيها الدم نتاع الباسيون اللي قبله تدري عليه انت الباسيون هذاك الدم نتاعو اصلا اش فيه راه شيء في إطار نفاق بربي أنا مثلا كفتاة تونسية نمر برشا بالحرية الشخصية وما نفقش أنا دخلت في وقت البرميير أني في كلاس جديد ما يعرفني حد وما يعرف حتى حد في أول بوز عملت خرجت كيف عادي معناتها في سيجارو بنية ما نعرفهاش جاتني قلت لي أمان ننصحك نصيحة حتى كي تحب كيف ما تكيفش قدام العباد الكل أنا مفهموك بالغلط قلت لها شو انا راني تكيف كيف على روحي ما جيت حد قلت له تكيف ما جيت حد قلت له معناتها قلت له اجت كيف بالصفه مع وحدي على روحي وما نفقش انا هكا معناتها مقتنع بروحي نتكيف ومانيش غلطه ما يهمني في حتى حد ومرسي معناتها نصيحه نتاعك هكا وتحب تنصح نصح روحك قلت لها انت تحب كيف اعمل هكا انا لا الطفله هذه كبيدها في اخر العام تاع بريمير اني ولدوزيام اني نكتشف مش هي كيف كها معناتها هي حتى تستهلك المخدرات فاتت الزطله ولا تستهلك حتى في الكوكا معناتها الكوكاي معناتها راه شيء نطق اكزامبل اخر من نفاق في البنات التوانسه
انا عندي صاحباتي مع تخرجوا اصلا سهروا معي في نفس السهريات، قل لك انا ما نشربش خاطر سامبلومون صاحبها معها. اذا بها البنايه هذيك نهار اللي فكرت باش تشرب مش حتى شربت معي انا، شربت في دار صاحبي. معناتها هذا مش نفاق بركه، هذا فات النفاق ما غادي. راهو شيء في تونس مش نورمال، والنفاق موجود عند البنات وعند الاولاد. الناس الكل اتنافق، ما فهمتش علاش. حاجه اخرى، كي تجي انت وتحكي وتقول مثلا دافع على اي حاجه ما هيش مقبوله في المجتمع التونسي كل حريه الجنسيه، اونتر غيمي انت راك عاهره، اونتر غيمي انت راك قحبه. كيفاش اصلا انت تعمل هكاك وزيد وتقومسي انا تقبح ولا نتبجح ونحل في فمي ونقول لا هذيك حريه شخصيه وما يهمكم في حتى حد. اللي يحب يعمل حاجه ومقتنع بها خليه يعمل، اش دخلك فيه؟ حتى انتم تؤمنوا بالاله وكذا، ربي هو اللي حاس، اش دخلك انت؟ لا يردوك انت قحبه، كيفاش تحكي هكاك؟ راه شيء مش نورمال في تونس. راه عندي برشا حاجات عشت على النفاق والنفاق. وحاجة أخرى زادة، أنا عملت تجربة قصيرة معتها في نشط في الحياة السياسية معتها كنت جوشيست في اليسار وطني ديمقراطي في الوطن الديمقراطي. شفت أنا معتها أمبراسيف جماعة الجوش هما أكثر ناس كم سي الحرية الشخصية عندهم حاجة مقدسة ونورمال، وحتى كي طفلة تعمل حاجة راهو ماهيش قحبة وماهيش كذا، ما هو ما يقولوا هكاك، ما في 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 قدام العباد يقولوا هكاك، ما فيما بينهم راهو سامحني يبدو يحكيوا أنا هذيك ركحتها وأنا هذيك رقدت معاها وهذيك قحبة هذيك بها وهذيك وعليها. أنا ديجا عندي معناتها كنت لكس متاعي نهار اللي معناتها وفات العلاقة بيناتنا وقسيتها، يهز تليفون يطلب اختي، يقول لها اختك شوش يقول لها برغم انه هم اليسار، معناتها يقول لها اختك راهي دايره بجماعه ملحدين، جماعه ما يعرفوش ربي، وراهي اختك تتكيف وراهي تشرب وراهي تسهر وراهي تعمل وتعمل. سامحني اذا معناتها كيفاش هو يقول في كلام هذا على جماعه اليسار؟ هو اصلا يساري يا اخي، اصبوان هو معناتها متناقض مع روحه، راهو نفاق وتناقض راهو عند الناس الكل. ما يغرقش يقول لك هذاك راهو كم سي مثقف ولا لا، فماش حاجه اسمها مثقفين في تونس، والمثقفين في تونس ما ليش حتى مثقف، انا ريت كان تخديم المخ يبدا يدافع على الحريه الشخصيه. هو اكثر انسان يحكي هكاك باش يعطي ثقه، مثلا خاصه يبدا راجل باش يخلي البنات تبدا عنده فيه ثقه، باش هذيك يرقد معاها وذيك هيزلها فلوسها وذيك يستغلها في 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 اطار حسب سياسيه باش تمشي تركح فلان ولا باش تمشي تجيب غدوه القائمه الانتخابيه نتاعها، مش كون باش يطلعوا خاصه في مثلا اتحاد طلع باش كون باش يطلعوا غدوه هذوك مع شكون متوافقين. برشا 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 خبيلات في تونس، وعندي منقولة واحدة من الناس ما يهمني في حتى حد، وبرشا معناتها مش مخنوقين بركة هذو هذو فاتوا مخنوقين هذو ما فاتوهم. أنا كان كالية ما تقبل وللتوى ما يهمني في حتى حد، وأنا نشرب نقول نشرب، وأنا نتكيف نكون نتكيف، وأنا مارس الجنس نقول في مارس الجنس، وما يهمني في حد. أنا نمن ما نمنش ما عندي علاش باش نخاف، ديما نقول فيها ما حتى حد معناتها شد عليا السمالة تطيح، حتى حد يخلص لي في قرايتي، ولا حتى حد أصلا باش يشد عليا الهواء اللي تنفس فيه معناتها وكاها، ومانيش باش نفرض روحي على حتى حد وما نخلي حتى حد يفرض علي. هذا معناتها كفتاة تونسية وكاها. شكرا شكرا، هاك معبي اكثر من رمزي انت. اي معبي برشا برشا برشا، سامحني. شكرا شكرا على الشهادة المباشرة يعني، شكرا. رمزي اهلا بيك. وي سألتك على الجيش. الجيش التونسي، الجيش التونسي بحكم معرفتي باصدقائي في خدمه في الجيش، راهو الجيش هو جست مؤسسة مغلقة، وانه الحاجه المغلقه تبدا عندها نوع من القداسه، ولكنه راهو اخمج من الشرطه، راهو باش نبداو فيه يعني. ما الجيش هو مكان نتاع تعطيل العقل، تعطيل العقل يعني. انا اصحابي اللي مشاو اكاديمي ميليتير وقت نجحنا كلنا مونسيوني، اصحابي توا اغلبيتهم يا في الماري مارشاند يا ما في الجيش الوطني يا في البيلوتاج يا غيره يا غيره. اللي مشاو الكليك يعني عندي اربع اصدقاء منهم زوز توا في الدار ما ينجموش يتحركوا. عندي واحد صديق صارت له اغتصاب جماعي في الجزيرة اون دوزيام اني. اغتصاب جماعي؟ اي اغتصاب جماعي، اغتصبوا 12 بشر، 12 نفر، توا طفل مطيش في تركينا برد عمر انا وياه ما يخش من بيته. ما لنسالي في الجيش يعملوا لهم كان الرجال يغتصبوه؟
بيان سور يغتصبوهم. هارسيلمون سيكسويل موجود بطريقه ما تجيش تخيلها في بالك. يا فما مرات تخدم في الجيش ما اغتصبوهاش. رمزي انت لازمك فيديو اخر. كمل كمل. هذا نحكي لك صديق اللي هو يعني صديقي وولد حومتي ونعرفه بالباهي، طفل نجح ب 18 معدل 18.90 في البكالوريا التونسية. اغتصبوه اغتصاب جماعي دمروه الطفل. الطفل تو ما يتكلمش. ايش باش يقول؟ ما يتكلمش، نحكي لك من بيت ما يخرجش. الفترة الأولى كان يمشي شوية للجامعة يصلي هكاك اشتر كلمة تروش. تو عنده 7 سنوات من بيته ما يخرجش. وفات حياته. دمرت. صديقي الاخر خرج من الجيش على خاطر رقد مع صاحبته اللي هي تعمل معها اكاديمي ميليتير، رقد معها اوندو زيماني اكاديمي، حكموا عليه قالوا يتكتب عليها صداق. يا ما كانش مش نحاكمك محاكمه عسكريه، يا ما كانش نطردك وطردوه وضيعوا له مستقبله. وال12 اللي اغتصبوا شو عملوا لهم؟ ما عملوا لهم حتى شيء. رمزي لازم يعملوا لهم محاكمه، يعملوا لهم محاكمه الداخل في العسكر ما تسمعش، ويغطيوها تغطيه يغطيوها. يا اخي الليواط اللي في الجيش التونسي كسر الحدود، راه تسخايل دي كيفاش يا اخي الجيش التونسي؟ شكون الجيش التونسي؟ شكون يمشي للجيش التونسي هو مساكن؟ في ما كان الجهال، ريت واحد قاري هكا مفقف مشى. يا اخي الجنود شكون من الجنود؟ القمل والبق والجرب والامراض الهم الكل فيهم. في ما كي يمشي تلقاه ما يعرفش التواليت في دربو ما فماش، عايش في عشة. أول مرة يرى التواليت ما يعرفهش. الميلياسيون، الذل اللي يشوفوه في الجيش التونسي ما تجيبش تخيله في بالك. يهبط يقول له امسح أغسل التواليت بفرشاة الأسنان وبعديك حك بها أسنانك. إنسان البشر المعاق الذهني هذا تنتظر منه باش يعمل تغيير في البلاد؟ باهي رمزي كما قلت لك. احنا يمكن نظرتي ما عجبتكش على الجيش، ما حكيت الحقيقه انا اللي نعرفها على الجيش. لا 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 مش ما عجبتنيش، انا نسمع فيك بكل كيما نقولوا بكل اهتمام. بالعكس يعني المواضيع يعني طرحنا ياسر مواضيع هوني في الحقيقه، توا احنا اكثر من ساعه وطرحنا ياسر مواضيع مهمه جدا. والوضع اللي في تونس يعني انت حسب ما حكيت توا يعني كيما حكى اللي قبلك اللي من بنزرت حول مدينه العاليه، قال لك يعرسوا ببنات 15 سنه يعرسوا لهم 16 سنه. يعني في العاليه فما عباد تذكر تعمل لحيه وتمشي تصلي 5 صلوات في الجامع. وعندي صديقي من العاليه سكرجي عامل لحيه وقميص ومرته حكم عليها بنقاب على خاطر في الحومه نتاعو كان ما يعملش شكاكه مرته يتبولدوا عليها وهو ياكل طريحه ويكذب تقول له كريمو وبناته يتعدوا عليهم وكل شيء يصير فيه. وهو فقير ما نجمش يخرج من المنطقه هذيك. الناس اللي عندها فلوس نجم تعيش، الناس اللي ما عندها فلوس ما عندهاش حق باش تعيش فيه الوطن هذا. انا لاباس عليا وعايش في الوطن هذا خاطرني عندي الفلوس باش نجم نصرف 5000 دينار كل شهر ونعيش في احول بلاصه واقوى بلاصه ومن غير ما نسحق حتى حد ومن غير ما يتدخل فيها بشر. لكن انا يسخفوني البشر اللي ما عندوش فلوس. هيك هو المسكين. انا مانيش مسكين، لابس عليا هوني وعايش حياتي وعايش مع صاحبتي اون كونكوبيناج، عايش انا وصديقتي رفيقتي اون كونكوبيناج، ونمارس الجنس وما يهمني في حد، ومارس قبل الجنس في تونس وعادي. اما يسخفوني الناس البشر الضعاف اللي ما عندوش فلوس، اللي بناه في داره في بلاصه كيما العاليه، ولا اللي بناه في سجنان، ولا اللي تمشي توا انت سامحني ذكرت انت منطقه العاليه في 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 ولايه بنزر. ما فماش كاش منطقه العاليه في ولايه بنزر. امشي لزاوية المقايس، امشي للهوارية، امشي للصمعة في ولاية نابل، ولا معاقل السلفية العلمية المدخلية ولا السلفية الجهادية. امشي للمزرعة بحث قربة زادة في نابل مش تلقى أعظم من هالشيء هذية. يعني راهو المصيبة راهي ضربة بارتو، راهي مصيبة عامة وليست مصيبة خاصة. راهي مش كشي منطقة العالية، راهو انت تو كتهبط تمشي للحشيشينة وتمشي للغريبة في ولاية صفاقس مش تلقى أعظم من هذا اللي تحكي عليه. أنت يعني نروح نحكي لك في حوايج مصائب راهي موجودة. أنت امشي سيدي علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد مش تلقى كيف فهمتي. امشي لبلاصة اسمها بلاكات الحنازلة مش تلقى فيها الإرهابيين، يعرفوهم واحد واحد، هما إرهابيين والجبل تبعهم ولا عبني عمهم اللي يطلعوا جبل مغيلة في ولاية في 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 سبيتلا وفي في في جلمة وفي في في سبيبة. هما بيدهم نفس العرش نفس البشر، يعرفوهم وكانوا في الحبس وكانوا إرهابيين.
وسيبوهم وقت العفو التشريعي. نفس الشيء راهم يفرضوا عليك، مش تحكم في روحك، يفرضوا عليك. صاحبي سلفي عامل فيها بلحية طويلة، هو سكيرجي وجي عمل معي كعبة بيرة، غيرت جي عمل كعبة بيرة يحس روحه جعبت. قال لي أنا لا غالب، بوي أعطاني طرف أرض بنيت فيها دار وأنا زويلي ما نجمش نخرج منها، يخدم فم وعايش فم وكل بناحيته فم، شو يعمل يهجر خطر ولا يحكموا فيه؟ رغم يحكموا فيك اش تلبس في البلاد هذه، ويحكموا فيك كيفاش تاكل وكيفاش تعيش. الجهال يحكموا في العقل، تتخيلها هذه؟ رمزي، شنو هو الفرق من بين عهد بن علي والآن؟ عهد بن علي كان نوع من نفاق الدولة. شو معناتها؟ احنا في التلفزة نظهروا اللي احنا بلاد شبه اسلامية في التلفزة بتاع بن علي، هاو عمل لذان هاو كذا، هاو ما هاو المقدمات ما لازمهمش يلبسوا عريان شوية، هاو ما لازمهمش ديكولتي، هاي ديما لازم اللي بيسمح تشم في التلفزة، فهمت شي؟ وهما وفي العيشة متاعنا تلبس ميني جيب وتلبس تمشي تعوم بيكيني ما يكلمك حد، فهمني ولا مش فهمني؟ فهمك. كانت نوع من السنسر على الحياة في وقت بن علي. وطنك ما جبتش بن علي وما جبتش السياسة، انت لابس عليك. جبت بن علي والسياسة يحشيوا لك الزطلة في جيبك ويدخلوك الحبس، يشدوك انت وصاحبتك متلبسين ويحشوك في الحبس ويعملكم اي حكاية. توا السنسرة ولات مقص سنسرة عادية، ولات كل مجموعة بشرية عندها طرف فلوس والتمويل وعندها طرف نفوذ تعمل سنسرة على مجموعة اللي اقل منها. يعني هما في معتمدية معينة، 10 جهال هذوك المساطيك يشدوا لك الجامعة، يفكوا الجامعة، بعد ما يفكوا الجامعة بالقوة يعملوا كذا، يلمدوا طرف فلوس، وهذا الكل بتمويل من النهضة، من حركة النهضة الإجرامية اللي تحكم في البلاد. مش بدأوا فيها واضحين، هذا الكل بتمويل من النهضة الإجرامية وبتواطئ من حركة نداء تونس المجرمة كيف كيف في حق الشعب التونسي. واليسار؟ اليسار مجرم، مجرم ومجرم كبير، وفكروا كله إجرام. اليسار، اليسار يمن بالقتل ويمن بالثورية بالثورة بتاعه والثورة بتاعه كيما الثورة. يا أخي شو الفرق بين اليسار وبين السلفية الجهادية داعش واليسار؟ يا أخي شو الفرق بين ماركسي لينيني وبين واحد داعشوش؟ فما فرق خويا الغالي؟ لا، زوز مساتيك، زوز بهين، يحب الضرب وكذا، شنو هي الفرق الوحيد؟ واحد بسم الله والآخر بسم الشيوعية، لا فرق حتى فرق بيناتهم. وشنو الشيوعية في تونس؟ جاي مجمل من الريف، هابط من الريف للعاصمة، يلقى روحه شعره بالجمل، غزر للصحابة ولابسين بالباهي، غار منهم، أي تعرف شنو اللي الشيوعية نفكوا لهم متاعهم؟ كيما روبن هود نفكوا لهم متاعهم الاحتطاب بتاع المسلمين، هو نفسه فكر الشيوعية. يا أخي شنو؟ 4 مجملين جايين من الريف، آه كيفاش احنا في قرى زواولة، أي نفكوا متاع الكروزة؟ ريت واحد نهار قوش عمل مشروع خدم. اكبر عبيد، اكبر سابروفيت، اكبر كائنات طفيليه هما الجوش. على الاقل جماعه السلفيين يخدموا على ارواحهم، نحكي معك بصدق، يعمل لك كوميرس ويخدموا كذا. الجماعه هذوما لي جوش سو دي سابروفيت، هذوما دي سونسي مصاصي دماء. كم شكل بسوق شكون فسدها النقابات في تونس خلاف الجوش؟ يا اخي النقابات في تونس ماهيش حركات مافيوزيه. شنو هي النقابات في تونس خلاف حركات مافيوزيه؟ دي مافيا تحكم في البلاد. النقابات الدفع على الظالم والدفع على كلب السوق والدفع على المفسد. شنو هي النقابات وشكون شددها النقابات خلاف الجوش؟ يا اخي خربين تونس، راهو من ولادها برك جابوا عبد من كوكب المريخ جاوا في صدوع تونس. رمزي، حسب رايك فين ماشيه تونس؟ تونس ماشيه من سيء الى اسوء. عندما تمشي تونس ماشية من سيء إلى أسوأ. أحنا توا عهد به، نعطيك إكسترابولاسيون، يعني إكسترابولاسيون ما نعرفش نقولها بالعربية الفصحى، الله غالب كان تعرف تقولها شنو. أنا مش فاهم هالكلمة أصلا، شنو إكسترابولاسيون؟ يعني تاخذ حاجة في بلون معين وتهبط على أن دوزيام بلون، إكسترابولاسيون تسمى، فهمت شي؟ يعني ما نعرفش نعطيك هي نوع به، نوع من أنواع الهندسة الجيومترية، ما تسألش اختنا منها الهندسة الجيومترية، تضرب مثل بالهندسه الجيومتريه. نعم، في الاكسترابولاسيون، اكسترابولاسيون يعني هي تكون في بلاصه في ان بلون، في بلون ا
ما نعرفش مساحة واحد تهبط. أنتوك نعطيك توا لوكا أكتويل تونس توا إكيفالون على 1876 توا تونس هي الإكيفالون 2876 1876 حركة الكوميسيون. الكوميسيون هي شنية؟ هي الدول اللي أقرضت تونس فلوس واللي هي فينيسيا البندقية في هيك الوقت وإمارة ميلانو وإمارة تورينو وإمارة سسمة هي لاتوسكانا وكليك بتاع إيطاليا معهم فرنسا معهم إمارة البرتغال ومعهم مملكة إسبانيا ومعهم الإمبراطورية النمسا المجرية ومعهم بريطانيا ومعهم ألمانيا. اتلمدوا الكل مع بعضهم وعملوا حاجة اسمها الكوميسيون. والكوميسيون هي مجموعة من الدول اللي أقرضت تونس برشا فلوس واللي تونس ولات في ان ديفيسيت بيدجيتير ما قاش نجم تخلص الفلوس نتاعها. قالوا ما لا احنا مش نوليو نتحكموا ما دامكم انتم طلعتوا قصر. هو التاريخ يعيد نفسه، احنا 1876 احنا تو في 2017 يعني الحكايه عندها مش برشا يعني عندها اقل من 150 سنه او كريتها كلمه سنه ترجع هذا عاود تو. فما البصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وانحدار الدولار الدينار بارابور على الدولار وبارابور على اليورو اللي صار الفتره الاخيره ماهوش من عدم. وهما تو يتحكموا في السياسات نتاعنا يطلع عمر يطلع صالح يطلع الكوش يطلع الدروات مش يقعد ديما الحكم بالنسبه اللي هما لي زانستونس انترناسيونال يعني المنظمات الدوليه اللي هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي للتنميه. خاطر هذو هما اللي يعطيونا في الفلوس وهذو هما اللي يحكموا فينا. توا كملت معهم عاملين ولسنا معهم البنك المركزي نتاع الصين خاطر ولا عندنا ايشونج ديريكت مع الصين عن طريق اليوان الصيني ما بقاش عن طريق العمله الاجنبيه وشويه اخر تدخل روسيا على الخط. ولهذا نوليو احنا تحت الكوميسيون. الكوميسيون تو هو اسمه اف ام اي بنك مونديال مع بعد شويه مش يتزادوا شويه دي ساتيليت ليلو. والسلام على تونس. تونس مش يدمروها البروجي ده البرو يتسمى لاجستمون بروغرام داجستمون ستركتورال اللي هو الاصلاح الهيكلي اللي بداوه في اخر الثمانينات وكمل في اخر التسعينات وتوا ولا تعدينا على البي اي اس فاز 2 البروغرام داجستمون ستركتورال الثاني اللي هو عن طريق صندوق النقد الدولي اللي هو مش يعمل هو مش يطيح قيمه العمله بتاعنا مش يطلع لنا في التوم تاع الانديتمون مش يقول لك زيد الانفلاسيون احكم في الانفلاسيون دونك مش توقف الاجور مش يحكم في اللي تسمى المصروف البيجي بيبليك البيجي بيبليك مش يمنع ولا ينقص لي زيت بيبليك اللي هما الاعانات بتاع الدوله مش يحاول عدم تعويض اللي مش يخرجوا للريتريت يطول في عمر الشغل وينقص 65 سنه مش يولي الشيخوخه مش اللي يجي ياخذ الريتريت بتاعه مش لا ليبراليزاسيون توتال اي لوفرتور توتال دو مارشي تونيزيان يعني انفتاح السوق التونسي بي 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 على مصراعيه لكل ما هو يجي من الخارج مع العلم اني ما احناش محضرين رواحنا لحد شيء. وهذا كليك مش يصير بتسارع كبير خاطر لحظه اللي يقولوا لا يوقفوا عليهم القروض وتقف البلاد. ولهذا مش يقولوا ايه واحنا توا مش ندخل على خمس سنوات عصيبه. خمس سنوات هي تغيير البناء الهيكلي لتونس البناء الاقتصاد الوطني بتاع تونس اللي هو اقتصاد كان مبني على اقتصاد التخطيط قبل وقت بن علي وقت بورقيبه كان اسمه بالمخطط العاشر المخطط الحادي عشر المخطط عشرين كذا. هو تنحى على بلانيفيكاسيون وليت عندنا ان سومي بلانيفيكاسيون يعني نصف تخطيط. دونك المخطط هو في بعض منظار الحياه ومش يفرض علينا برشا حوايج في تونس. تو مثلا تنجم تحل فيلم في تونس تفرج عليه بلاش فلوس. تو كيما بدخلوا بالبين سبور ولا تتفرج على التلفزيون في الكوره كل شيء بالفلوس عن طريق تخلص البين سبور. تو مش تولي الملكيه الفكريه للي ميتي ناسيونال ديما نعاودوا راهو لمصلحه المؤسسات عبر القرارات. دونك الافلام مش تولي تخلص عليهم فلوس. التلي شارجي ام بي 3 بالفلوس وكل شيء بالفلوس. وهذا هي سيت ان بومباج توتال نتاع الفلوس نتاع تونس يكملوا يزيدوا الدبت جو هو الشعب الفقير المزمر يكملوا يفلقوا في بعضهم. وشنو الهدف نتاعهم؟ شنو الهدف نتاعهم الميلتي ناسيونال؟ صديقي انا ما نقولش شنو الهدف نتاعهم، انا نقول لهم علاش ما عملوش هكا من قبل. انت عاجبتك هذا؟ لا انا مانيش عاجبتني، انا مش عاجبني اللي عملوه، انا اللي عاملينه مش عاجبني. اما هل انه شعب متخلف بالطريقه هذه يستاهل حاجه ما خير؟ بالفعل انا قالها لي واحد سياسي هوني في أوروبا. انا نجم نقول لك حاجه خويا الغالي، انا كهبطت الجزائر العاصمه وريت العمارات اللي بنيتهم في فرنسا وريتها مدينه كامله بنيتها فرنسا، قلت هذم الجزائريين عايشين في العاصمه عايشين عاله على فرنسا اللي بنت لهم، هما ما يستاهلوا شيء.
كي سألت حبيت أرى التاريخ نتاع الجزائر، لقيت أن الجزائر العاصمة مبنية على الروشي، على جبل كان خاوي فيه ذيبة، بلاد فرنسا كامل، والجزائريين كانوا عايشين في السهول ما كانوش عايشين في الجبال. جاءوا غاروا، ترجع نفس اللي صار مع نتاع اليهود وأرض الميعاد، هي نفسها العقدة نتاع المتخلف مع الإنسان المتحذر، اللي هما غاروا منهم وهدوا عليهم وطردوهم وفكوا لهم أرساقهم، لكن هما اللي بنوا الجزائر. كيف كيف في تونس، تونس بلاصة مزيانة أصلها رومانية أصلها أوروبية، جاءوا الهمج العرب وخلوها إسلامية بالقوة، ولكن تونس كانت ترجع تونس في تاريخها الوطن القبلي مرتين يولي مسيحي بعد الفتح الإسلامي آخر مرة عنده أقل من 450 سنة، ولو مسيحيين جماعة الوطن القبلي، ويتسكر الوطن القبلي ويأخذ استقلاله كومبليتمون. تونس راهي بلاد ياسر فيها حضارة. لا لا مش بصرح كم دونك تقول لي انت علاش يعملوا هكا، نقول علاش ما يعملوش هكا. شعب متخلف، احنا شعب متخلف، شعب مريض، يستاهل اكثر من هكا. لو سمح لي كيما واحد يشوف قرد قاعد في غابه كبيره، ديما يهز القرود يحشيهم في قفص وياخذ الغابه يبني فيها حاجه مزيانه، ما دام القرد هذاك جوست قاعد ياكل ويخرج كل ما عنده حتى اضافه للوجود. انا قالها لي واحد سياسي هوني في اوروبا، قلت له علاش مثلا ما تساعدوش دول مثلا كيما تونس وشمال افريقيا باش يوليو متحضرين كيفكم، فهمت؟ قالوا لي، قال لي هذا مش شعوب ما يصلحوا لشيء، فهمت؟ قال لي ما يصلحوا لشيء وما عندناش حق اصلا باش نكسروا روسنا معاهم، فهمت؟ ما نكسروش روسنا معاهم اصلا، فهمت؟ شعوب لازم تستغلهم فقط، هذا هو صحيح. هذاك اش قال لي. انا نحكي معك حاجه، انا بالنسبه لي العيشه في البلاد هذه مخنوق، انا ما عنديش اصحاب، ما عنديش اصدقاء، نعيش انا بيدي نعيش في نفاق مع روحي. انا كي نخرج الخارج نحكي بمنطق، ما نجمش نحكي الكلام هذا مع الناس الكل، نحكي مع اربعه من الناس. انا كي نلقى واحد بلحد كيف نبدا سعيد؟ في اغلب الاحيان بعد ربع ساعه نرجع حزين، خاطر يطلع ملحد احمق، ملحد مثقف، ملحد ما فيهم شيء، ملحد الالحاد بالنسبه لي انه يشد دينيك طفله ويمشي يكذب عليه يقول انا ملحد. كيف هذه المشكله؟ هذه مشكله النيك، انا مانيش فاهمها. انا تجمش تحكي لنا، تعطينا فكره على انت قلت لي خبينيك يعني المثقفين اكثرهم الهدف نتاعهم باش يهز بنتي يركحها، يعني يعمل في الثقافه والواحد ويتكلم على حقوق الانسان وكل شيء، هو غير باش يمشي ينكع فقط. بالنسبة لحكاية تنيك، ايش دي شوف، الشعب التونسي هذا مبني على حاجتي، مبني على الجنس وعلى كل شيء، اريد حاجة فخه كامل في الجنس، هاي من الأخرى يا سيدنا نعطيك حاجة، من اللي عمره 70 سنة للي عمره 20 سنة، اللي عمره 10 سنين، كلهم جنس. تمشي أنا مثلا كنت في غرفة الفتية الاقتصادية، وكنت في الروتاري، وكنت في اليونس كلوب، وكنت في الروتاراك، اليوم هذوما جمعيات زعمة دولية وكذا وحكايات، وكنت في اللاي السيك، وكنت في الكشافة وفي المصايف والجولان وقائد ومدرب مصايف، يعني شاركت في، وكنت في الشبيبة المدرسية يا اخويا ما فماش حاجة ما عملتهاش، شاركت، كنت عندي نشاط مكثف من اللي انا الشاب، من اللي انا عمري 12 سنة. واضح؟ اي يا سيدي، تمشي للايسك، مخهم الوحيد كيفاش مش يعملوا الجتريدي متاعهم في الحمامات ويلمدوا جماعة الكل يبلعوه لهم الكل وبعدك يمشي منيكو، هذا المخ متاعهم، المشية كاملة، فورماسيون على الإيكونومي ما يهمهمش فيها، وعلى الليدرشيب ما يهمهمش فيها، وعلى الكوميونيكاسيون، وربي العظيم لو كانش يكون حكاية فارغة. المخ الوحيد كيفاش باش ناكل البنات. نمشي بعديك الجون شامبر، جون شامبر فيها حاجة اسمها السيناتور، وفيها اللي وفيها اللي المشاركين العاديين. السيناتور هذوما شيوخ كبار، يعني زعما فاتوا 40 سنة يخرجوا من الجون شامبر، ولكنهم يبداوا يكرزوا عندهم الفلوس. دونك هو كل واحد يشد لك زوز ثلاثة غرف يبدا يمول فيها، يعطيها في الفلوس 5-6 ملايين في العام. لواش يعمل هكا؟ باش يستدعيوها السيناتور الفلان والشيخ ويا شيخي ويا كذا، فهمت؟ ويبدا يقول لك نحن نعتقد ان الايمان بالله يعطي الحياة معناها الحقيقي، ان التآخي البشري يفوق سيادة الدول، ان قيادة الشعوب تعتمد القانون وترفض التعسف والحيف، وان خدمة الانسان هي انبل عمل في الحياة. هو الكل بس فما منه شيء. هو المشكلة كاملة هيك، الشيخ اللي قاعد يمول يحب يظهر روحه باش يختار ثلاثة أربع بنيات فيوحين باش بعد ينيكهم، ويجيب زوج ثلاثة منيكين يستغلهم الوليدات، يجي خدمكم ومش نعمل لكم ونفعل لكم، هو بعد كفا ماشي فكرة متاع مشروع به باش يزيد بيه فلوس، يزيد بيه فلوس.
واضح؟ الولاد يستغللهم فكرهم يستغللهم قوتهم، والبنات يستغللهم جنسية. تمشي مثلا نقول اخويا كشافة، تبديش كشافة حبش تولي انت يجيوها، اي تحبش تولي مدربة في الكشافة، اي ايجا صاحبني وكذا وكذا، هو باش يرقد معها. وراه تخش انت لو لعبت الموف حالة تنقص، راهي جست هي تلقى ساعات خارجة في كشافة باش تمشي تعدي تشوف البحر، يمكن حياة عمرها ما راتوش البحر، راهي تمشي مش تعطي صرمها، تعطي صرمها وبدنها ولسانها وحياتها واللي تحب هي. مين ماش راهم الخاص البشر في تونس، راهو البشر رخيص برشا برشا اكثر من اللي تتخيل، راهو كل واحد يتشرى في البلاد هذه. مش نحكي معك انا تجربتي الواقعيه، البشر الكل يتشرى، فمش واحد ما يتشراش، ويتشرى بسعر ارخص بياسر من اللي تتخيل، والشعب الكل مخه في الجنس. السياسي مثلا اي سامحني، شوف كل رئيس تلقاه شوف عندوش ثلاثة أربع مستشارات، هيكم الأربع مستشارات رئيس الجمهورية راهم الأربع قحيبات بتاعه، كيما المرزوقي كيما السبسي كيما اللي غيره، كل كيف كيف. واضح واضح واضح. جيل المرزوقي المستشارة بتاعه بعدك قريب إذا دحى وزيرة قالت له أيها الرئيس يا منصف أنت منصف وأنت منصف اسم على مسمى، لو كنت مكان الله لعبدتك وحدك دونه. بعد مشات تتشيش له، وبعدك شي يقول لك حكايه 5 من 16، بعدك زغد وحي سمعنا بها وليت مستشار للرئاسه وكراهب وقربله وتجي وتحل شغلتها، وبعدك تاخذ راجل زاد بالغرزه بيان سي ملالعب. يعني توا اكتويلمون اكتويلمون فرخه عمرها 25 سنه نايك مع ولد السبسي مستشار لدى الرئيس، وفضايعه في قمرت تمشي كل ليله شوفها فين مع كل مره مع شكون تنايك حتى مع مرمجي دخلوا معها فضايح، راهي قيمة الجمهورية شلكوها. يعني توم فمش دولة في تونس، فما عصابات. حتى الدولة يدي قدك جاية من القصرين عندها عام كانت مقملة توا مستشارة بعطي نصفرمها تسكن في عين زغوي. يعني كل وزير ديما نحبش نحكي أنا، الوزراء نعرفهم كل واحد خرمه وحده. إيش تحكي لي 5 من 17؟ يعني تونس توا ماهيش تحكم فيها الدولة، تحكم فيها عصابات. فماش دولة، فما شيف دو كابينيه نتاع وزير راهي قحبة جابوا انثروا باش ينيكوها. وهي كاني حتى كاتب الدوله وكاني هي نجحت كونكور لنا نجحت وبعطي نصرمها، وكاني بروف انيفرسيتير بعطي نصرمها كيف كيف. خلينا نحكي معك من الاخر، هذه تونس، تونس هذيك هي صاحبي، ما فماش حاجه اخرى، ما فماش كفاءات، كفاءات زبي، ما فماش شيء في البلاد هذه تحكي. واحنا انت شوفها تقري في الفاكولتي، طفله عندها دكتوراه تقري في الفاكولتي تعطي صرمها تاخذ كونترا، ما تعطي صرمها ما تاخذش كونترا، اكثر شيء من هكا. وما تعطيش الواحد راهي لازم تعطيش شيف ديبارتمون والبروف الفلاني، وتعطيها الخو العميد والعميد المساعد وسكم، يعني لازم يتعدوا عليها بطايون 12 13 واحد باش تاخذ بوست. زعما هذه دولة إسلامية زعما. دولة قحبية، دولة بروستيتيسيون، دولة العهر هذه. تحكي تقول لي 5 من 17. دولة ماذا؟ دولة ماذا؟ ما فماش دولة في تونس. شافك أنت سامحني تمشي للوزارة اللي يحبوا تطلع في الطريق لازم تنيك مع رئيس المصلحة. طلعت رئيس المصلحة تمشي رئيس ديوان تنيك معه. يعني معناتها انت تشوف مفهمش امل لتونس يا حبيبي، لازم يقتل الانحدار حتى لين تدمر الدوله وبعدك البيرونيتر دو سيسوند، فماش اصلاح ما تصلحش. يعني مفهمش اصلاح، يعني فما تدمير واعاده بناء. تو تدمر لازم تدمر، لازم ياكلوا الاخرى اللي يقولوا قاع وقتها يبداش يبداو يفيقوا. نهار اللي يبداو يعرفوا اللي محمد راهو بيدوفيل واللي مشكلتهم مع الاسلام ومع السكيزوفرينيا، انت في بلاد ما يمنوش بلد سيكوند شانس. في امريكا تلقاه مجرم قاتل مغتصب يعمل المصايب الكل، وبعدك يل وي دون ان دوزيام شانس وي دون تروزيام شانس. انت هوني ما تعمل حتى شيء ما تعطيكش حتى ربع شانس. انا نقول لهم تونس هي بلاد الترم وقله الخدم، تعرفها تونس بلاد الترم وقله الخدم، هيك هي تونس. اوكي رمزي، كما قلت لك لازم نعمل مقابله اخرى. تنجمش تعطينا النصيحه نتاعك الاخيره، يعني والكلمه نتاعك الاخيره؟ انا ننصح التوانسه للملحدين التوانسه، ننصح بانهم يجتمعوا مع بعضهم وانهم يولدوا قوه في البلاد هذه. وبالنسبه للبنات، هذا نحكي على الاولاد، بالنسبه للبنات الملحدات نصيحتي ليكم فروا بجلودكم اخرجوا منها، ما بقاش تزيدوا فيها حتى لحظه، بول عليهم العائلات بتاعكم وبول عليها تونس 100,000 مرة، اخرجوا عيشوا حياتكم وما تقعدوش هوني مغبونين، راهم باش يقهروكم راهم باش يقتلوكم، راكم باش تدمروا أكثر من اللي انتم مدمرين. والولاد كيف كيف اللي تنجم يخرج اخرجوا منها. الدول هذه هي صنم من أصنام بقايا الأديان، ما فماش دولة اسمها تونس ودولة اسمها الجزائر. كي تشوف أنت الكرة الأرضية تشوفها كرة كاملة وحدها. نو سوم دي سيتويان دي موند، احنا رانا مواطنين العالم ماناش مواطنين تونس. ماهوش مفروض عليا أنا
أنا اللي ننصح كل واحد ملحد ينجم يخرج هو ويعمل عائلته في الخارج، على الأقل يجيب صغار مش مش ما يتمسخوش بالتفكير بتاع الجهال هذوما، ما يعرفش في إطار المسخ الخوامس نتاع وذني. اخرجوا منها، اخرجوا وخليوا لهم المسخين. بعد كيف عندك شويه نوستالجي وحنين للوطن، إيجا صيف عندي نص شهر هي كيما يتعدى يتعدى بفلوسك ولا بسالك، وما تقعدش فيها الحفره هذه. هذه نصيحتي بالنسبه للملحدين التوانسه. وبصفه عامه بالنسبه للتوانسه الكل، بالنسبه للتوانسه اللي يسمعوا فينا اللي ماهوش مش يسبونا، اللي مسلمين اللي يسمعوا فيكم ومسلمين اللي باش يقولوا لك انت اتفه نقاش، هذا ديما كالعاده يكتبوا اتفه نقاش. انا بالنسبه للمسلمين اللي عندهم ربع مخ وعندهم ربع شك في الدنيا هذه، عندي تشوف فما مسلمين عندهم مخ، فما بعض المسلمين اللي هما مازالوا مسلمين جس بالاسم. اوكي، بحكي مع هذوك اللي بالنسبه لهم الاسلام عادات وتقاليد. بالنسبه للمسلمين هذوك نقول لكم حاجه، نقول لكم بلادكم راهي من مش تزيد تنحدر، وكيف كيف اللي ينجم يخرج يخرج. شوفوا راهي الفلوكه قاعده تغرق زايد باش تكسر راسك برشا، نقز واخرج على الاقل تعمل ضربتين وتعوم وتنجى، واللي مش يقعد فيها راه مش يندحر. وبالنسبه للمتخلفين اللي مش يسبونا، باش نقول لهم شوفوا حاجه، يدكم في الزبب وتزيدوا تتهردوا وتتناكوا وبول عليكم وسبونا للصباح، وماناش خايفين منكم ولا بس علينا، وانتم هما اللي مش تتهردوا، وانتم هما اللي بعديك ستنكحون من الامام ومن الخلف ومن الفوق ومن اسفل، وستنكحون نكاح البغال. يا بغال يا باين، هذا شنو نقول لهم؟ اكهو نختموا الفيديو هذه، ومع السلامه، ومع فيديو قادم. واي انسان عنده معلومه ولا عنده فكره مرحبا به باش يتصل بي على الفيسبوك والا على اليوتيوب باش نسجلوا فيديو حول الفضايح اللي موجوده في تونس. وشكرا رمزي، وشكرا لصديقتك، وشكر كل من يعبر بكل صراحة على الوضع اللي موجود في تونس اللي هو ماشي نحو الأكثر. وبسلامة.